أكد وزير السكن عبد الوحيد تمار اليوم الاثنين بالمدية على إطلاق المشاريع السكنية المتوقفة قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون من بين أولويات الوزارة. وأوضح تمار خلال وضعه لحجر الأساس لإنجاز 1300 مسكن من صيغة البيع بالإيجار بعين جردة ببلدية درع السمري بأن الأولوية الحالية تتمثل في إطلاق وفي أقرب الأجال المشاريع السكنية المتوقفة بالولايات والتي تسجل تأخرا في الوقت الذي تتزايد فيه طلبات المواطنين على السكن. محمد العروسي بعث لنا بالتالي. في مدية عندنا 1300 غير منطلق، هنا ركزوا، عندنا المقاولات، عندنا التكلفة المالية، ما عاد حتى حاجة ما تمنعنا باش ننطلقوا كل هذه المشاريع تنطلق قبل نهاية السنة. حنا نديروا كل الجهد تاعنا باش ننطلقوا من جهة. ثانيا فيه السكنات اللي راه في طور الإنجاز، هذه تاني نتكلموا عليها، لأن لما درنا الحصيلة الرزنامة ما راهش محترمة، فيها تأخر كبير. إذا نروحوا في هذا، ولكن كل مرة نرجعوا إلى التهيئة والجانب الجمالي اللي كنا في وقت ما ربما تغافلنا عليه، لأن المواطن لازم يسكن ولكن يسكن في محيط.